مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هلا ان شاء الله غنهضروا على الامراض الشائعه التي تصيب الارانب. الحقيقه المعلومات اللي غادي نقدمها لكم هي معلومات حصريه لاول مره غادي نهضر عليها، هي اسماء ماشي متداوله اللي مولفين كنهضروا عليها في الفيديوهات السابقه. اذا المرض الاول هو التهاب الملتحمه. هذا المرض خاص بالعين، كيصيب العين ديال الارانب، وذلك على مستوى الجفون، بحيث تكون افرازات عديده على مستوى الجفن ديال الارنب، مما يؤدي الى ان الارنب كيبقى يفرك العينين ديالو بواسطه الاقدام الاماميه ديالو. ويعد هذا المرض في الحقيقه هو مرض بكتيري، والسبب ديالو وهو الدخان والابخره والبخاخات الكيماويه اللي ممكن ان الارنب يتصاب بها. وهذا المرض كيصيب خصوصا صغار الارانب، يعني الفأر، عفوا الارنب البالغ قليل فيه كيتصاب هذا المرض. هذا ثاني مرض وهو الباستريلا، وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي بالتهاب او التهابات حاده، وكتكون هذه الالتهابات مزمنه، يعني كتبقى فيه طول العمر ديالو. سمو كيسبب هذا المرض ديال الباستريلا كيسبب السعال والعطاس، وهو ايضا مرض بكتيري. هذا المرض الثاني. المرض الثالث وهو داء الأكريات، وهو مرض طفيلي، هو ماشي بكتيري، هو مرض طفيلي، وهو أكثر الأمراض شيوعا بين الأرانب. وهو يعني كيفاش كنعرفوا هذا المرض ديال الأكريات؟ وهو الإسهال وفقدان الشهية، كتكون عند الأرنب إسهالات على مستوى المعدة، وكاين فقدان الشهية، ما كيبقاش ياكل. وملي كنقوموا بالتشريح ديال الأرنب، يعني ملي كنشوفوا السبب ديال الوفاة ديالو، كنلقاو أن هذا المرض كيؤدي التهابات على مستوى الأمعاء، يعني كنلقاو المسيرنات ديال الأرنب منفوخين. ملي كنشرحوه كنلقاو أنه لا 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 يعني المسارين منفوخين. اذا هذا من جهه. كاين واحد المرض اخر اللي حقا بزاف ديال لي كومونتير جاوني على قبله، وهو التكتلات ديال الثدي، يعني بطبيعه الحال كيصيب الامهات، بحيث ان الام ما كتبقاش تخرج الحليب بشكل كافي، كتخليه مخزن عندها في الحلمات ديال الثدي ديالها او الحلمات. سمو كيؤدي هذاك الشيء، كيؤدي ان هذاك التحجر ديال الحليب كيؤدي ان كيأثر بشكل مباشر على الصغار، يعني ما كيبقاوش يرضعوا، كيلقاو الحليب انه متحجر في الحلمات، ما يمكنش، ما كيبقاوش يقدروا يتزودوا بالحليب من الام ديالهم. كاين عاوتاني خامسا وهو تصمغ الاذن، وهو عباره عن واحد القشور كتجي داخل الاذن كدا كتكاشر، هذاك القشور كتكون في اللون ديالها صفراء، هذاك القشور كتكون غير في الاول غير شويه، ومن بعد كتولي كتكاثر. سمو كدير القشور هذه كتولي كيولي الارنب منزعج، يعني تصوروا ان الارنب عنده شي حاجه في ودنه وما قادرش يحيدها، كيفاش سمو كيبقى يدير؟ كيبقى يفرك، كيبقى يضرب راسه مع الارض، كيبقى في الاول كيجي داك الالتواء ديال الرقبه. علاش كيجي الالتواء ديال الرقبه؟ لان ما كيقدرش يوصل لهذاك التصمغ، وكيبقى انه كيحاول انه يلوي راسه باش يحيد عليه هذاك التصمغ اللي في الاذن. كاين نوع اخر اللي كيبقى يضرب راسه مع الارض،
المربي ما كيفهمش علاش انه كيبقى يدير هكاك. المهم الله يسر هذا يعني التصمغ ديال الاذن حاولوا تحيدوه في الاول ديالو. كيفاش غنحيدوه؟ غير قطره ديال الزيت الروميه عاديه تقدروا ديروها لهم في الاذن ديالهم، وكاين ديك الرشاشه ديال الكولير زرقاء، هي رشاشه زرقاء. كاين اللي كيسميها كولير بلو، كاين اللي كيسميها بلو دو ميتيلان، بلو دو ميتيلان حتى هي. المهم ان هذا المرض خصو يداوى في البدايه ديالو. علاش؟ لانه ممكن انه يصيب الارنب بشلل جزئي. الناس اللي كيلقاو هذا المشكل ديال الشلل الجزئي راه من كيكون من هذه القضيه هذه. سمو كيبدا يعني الاضرار ديالو على الارنب كانه اما شلل جزئي، اما ان الارنب كيفقد الوزن ديالو وكيفقد الشهيه، وبالتالي كيتعظم. حنا كنقولوا كيتسلسل، كيولي عنده السلسول خارج له من ظهره وكيموت. كاين واحد المرض اخر وهو موضوع الساعه، وهو الحراره. الحراره اللي مشات تجاوزت 33 درجه يعني عند الارنب وبسبب الرطوبه المرتفعه، وكاين الناس اللي ما دايرينش التهويه جيده، سمو كيوقع ان الارنب كيبقى مستلقي على البطن ديالو. لاحظوا ان الارنب ملي كتجي الحراره بزاف كيبقى مستلقي على البطن ديالو. سمو اذا تجاوزت الحراره فات 33 درجه كيموت الارنب، وكيخرج له الدم من نيفو ومن فمه. يعني حاولوا انكم ديروا شي طريقه انكم تبردوا على الارانب ديالكم او تضلوا عليهم، ويكون عندكم واحد الميزان ديال الحراره، وتبقاو تقراو شحال ذاك النهار راه كاين فيه ديال الحراره. اذا حلقه حصريه، راه كاين شي امراض عمري ما هضرت عليهم. حاولت انني ما نبقاش نهضر على الامراض العاديه، يعني نحاول انني ننبهكم لبعض الامراض اللي ممكن انها تصاب الارانب ديالكم. الناس اللي ما شاركوش معنا شاركوا معنا، لا تنساونا تدير جيم كي ولا زيد الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.